تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة وحرصا من هيئة الكهرباء والماء على صحة وسلامة جميع المشتركين، فإن الهيئة تولي كل الاهتمام لاستدامة خدمتي الكهرباء والماء، وبناء عليه بادرت الهيئة بوضع الآليات الضرورية وتطوير اعتمادية شبكة الكهرباء في جميع مناطق البحرين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس إبراهيم خليل، مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء. مساء الخير مهندس إبراهيم، ولو تطلعنا على مدى كفاءة أنظمة هيئة الكهرباء والماء في التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية. مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع المواطنين. الكفاءة هيئة الكهرباء والماء لديها أنظمة طاقة كفاءة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، حيث طورت الهيئة شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في جميع مناطق البحرين، وذلك حسب مواصفات فنية عالمية تضمن استمرار خدمات الكهرباء والماء في هذه الظروف، ظروف الأمطار، ظروف الخير، أمطار الخير. وقد وضعت الهيئة نظاما آليا لتلقي جميع أنواع البلاغات من المشتركين بمركز الاتصال التابع للهيئة وهو 1751555، حيث يقوم نظام إدارة الانقطاعات تسجيلها وتصنيفها حسب نوعها من ومن ثم إرسالها إلى الفرق المختصة لمعالجتها. الفرق المختصة تتوزع على 4 مراكز للصيانة تغطي جميع محافظات المملكة، وتعمل على مدار الساعة بدون توقف من أجل التدخل السريع لإرجاع الخدمة في حال وجود انقطاعات. كما تمتلك هذه المراكز خطة طوارئ معدة مسبقا لمواجهة الأمطار، وتمتلك هذه الفرق جميع التجهيزات والأنظمة الضرورية لتحديد الأعطال والقيام بالتصليحات وإرجاع الخدمة. نعم. بالإضافة إلى قيام الهيئة بتوفير مجموعة من المولدات المختلفة في حال انقطاع، يتم تركيبها في حال وجود انقطاعات ويمكن تغذية المشتركين بالتيار الكهربائي. نعم مهندس إبراهيم، في ظل هذه الظروف الجوية ما هي أبرز نصائحكم للمواطنين والمقيمين؟ أهم الأشياء التي تتعلق بالسلامة للمواطنين والمقيمين، إحنا دائما نأكد عليها ونأكد على سلامة جميع المواطنين والمقيمين في هذا البلد. أهم شيء يعني أهم النقاط اللي نشوفها هي عدم لمس أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة في فترة الأمطار، عدم تشغيل الأجهزة التي وصل إليها التسرب المائي، في حال وجود تسرب في المنازل يرجى قطع التيار، إذا كان انقطاع التيار بسبب تسرب الأمطار إلى وحدة القاطع الكهربائي التلقائي، المفروض ان المواطن ما يبتدئ في تشغيل التيار الا يتاكد من اصلاح التسرب. دائما اكد على الاماكن الإنارة البيت تكون الخارجيه لازم تكون يعني اصلاحها لعدم تسرب الماء فيها وتسبب قطع تلقائي للتسرب الارضي. عدم وجود وصلات خارجيه مكشوفة للأمطار تسبب الصعق الكهربائي، ودائما أكد على المشتركين في حاجة مهمة ضرورية بالنسبة إلى الفحص الدوري للتمديدات الكهربائية في البيوت والمنازل والمنشآت والمحلات التجارية بصفة دورية من عن طريق مقاولين كهربائيين مؤهلين عن طريق الهيئة. نعم، ونحن نتمنى السلامة للجميع. المهندس إبراهيم خليل، مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك.